مرحبا بكل من التحق بنا الان في المباشر. معنا العميد عبد الزاخ الكيلاني الوزير الاسبق، ومعنا استاذ بشر الشابي النائب بالبرلمان وعضو الهيئه الوطنيه للمحامين. استاذ بشر الشابي، في الفترات الاخيره طيله الاربع اشهر الاخيره ربما كانت يتحرك الشارع السياسي بمثابه يتحرك بعجله واحده. اليوم عندما يتحرك الشارع الاجتماعي، وأنت على الأقل كنا ناقشنا سابقا معكم في البلاتو هذا، يعني الصدى السيء الذي تركه قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإلغاء القانون 38، إلى أي حد يمثل تحرك الشارع الاجتماعي يعني نقطة قوة ونقطة تحول قوية في هذا المسار المناهض للانقلاب؟ والله سهل تصحيح لما جاء لسانكم من كون الحراك من مجموعة قانون 38 فقط هو تضليل للواقع في بوزيد؟ في سيدي بوزيد. لا نعم، ليس تفضيلا فقط، قلنا الجانب الكبير لانه شفنا لافتات استاذ بشر، وليس استنقاصا من حراككم. لا، لأنه الحراك هذاك قمنا به نحن، وكان بقيادة طلة من المناضلين والثوار تايرين ضد الانقلاب، منهم هشام كنو، وهذيك تنسيقية لحراك 17-14 التي نشأت منذ مدة. وأنا على خلاف ما قلت زاد، نحس اللي تنوع حراك 17-14 مواطنون ضد الانقلاب ما قام به الأخ أحمد نجيب الشابي، الكل الهدف منه هو الهدف واحد، هو إسقاط الانقلاب، ولكن التنوع فيه فايدة، أنا الرأي فيه فايدة، وأنا عندي ثقة زادة في السيد العميد اللي باش يقرب وجهات النظر وباش تقرب وجهات النظر، لأنه الهدف كيبدا واحد، الطريقة للوصول للهدف هي فيها خلاف، تو يجتمعوا وإن شاء الله يلقاو حل، لأنه أنا كي نشوف اليوم الشارع التونسي كل وجميع الأطياف وجميع التنسيقيات عندها هدف واحد هو إسقاط الانقلاب وإخراج مسيلمة الكذاب، أنا نفرح لأنه ما تماش خلاف، ما تماش زوز يختلفوا توا في تونس اللي سعيد كذاب منقلب وخدع الشعب التونسي. وانا جوابا على سؤالكم انا نقول اللي الحراك الاجتماعي هو الذي سينتفع بقيس سعيد. لماذا؟ لانه الافتراءات اللي قام بها ضد مجلس النواب وضد الخصوم السياسيين ما عنده وين توصل. قام بتجميع السلطات، ولكنه قام بتجميع هذه السلطات ومشى مع جزء من الشعب التونسي، جزء ضئيل من الشعب التونسي. علاش؟ لانه شاف في كلام الرئيس هو امل لمستقبله، هو فتح لي ابواب في العمل في الحريه وفي الكرامه. لكنه سي قيس سعيد هو يقول لك كذاب زيد شويه واسالوا ماذا فعل؟ جاء اعطانا خريطه طريق لا علاقة لها بالظروف الاجتماعية اللي يعيشوها التوانسة بالبطالة بالحرية بالكرامة، معناها عملهم كل قنط وصل بيهم لمبتغاه ولمشروعه، ومن بعد الفت لهم اعطاهم بظهره. هذا ما قام به مسيلمة الكذاب، لانه الشعب التونسي بيذا مش يثور او مش يثور للظروف الاجتماعية والاقتصادية، لانه غير قادر على الانتظار لمدة سنة كاملة حتى يصير انتخابات في ديسمبر، وبعد هذا الشهر يصير مع مسنوات من الحج الشعبي نتاعه واللجان الشعبية باش يعمل لنا كيما اللجان الحي قبل نتاع بن علي، هذا من اللجان الحي باش يجيب لك صايل ومناظر واحد يحطهم تولي هي اللي تحكم في الولايات وتحكم في البلاد، كله هذا ماكش توصل له، والشعب التونسي مش يخليك توصل له. وراو انت اذا باش تواصل هكا راك باش تلقى العنف الثوري للحراك الاجتماعي، لانه السياسيين كيفنا نحن وتشوف بها مجموعات يرفض اليوم المحامي الخامس والطبقه السياسيه راهي طبقه سلميه جدا، لكن التونسي كي يجوع وتمسه في كرشه وتزيد يخرج ويفرح معاك ويزمر لك
على اساس كونك تحل مشكلته وبعد تكذب عليه راهو باش يخرجك مسحولا من قصر قرطاج. وراه سيد العميد نعم وراه اذا طار الشعب التونسي ويقف يوجهه حتى واحد باذن الله. وهو ذلك اليوم يا سيدي بوزيد ونحاولك المنصه، نحاولك المنصه اللي باش تعتبر بها، وكذبت وما احتفلتش ما نجمتش تعطي حتى كلمه يوصلوا تاج الصمت. وهاو خرجوا لك في حي الانطلاق وخرجوا لك في المنيل وهمش يخرجوا لك ذاتك الرجاله يا قيس. تو شوف مالك راهو مالك قصر قرطاج ما يحميكش وما يحميك حتى واحد. وقت يشوفوا الساعه بطار راهو الناس الكل تبع راهو الجيش الوطني لن ولا ولن يجي ضد شعبه، وراهو الامن الجمهوري لا ولن يجي ضد شعبه، راهو يمشي معاه. اما اذا شافك فاشل وكذاب ومنافق راهو مش من بعد رجاء استاذ بشر رجاء الله ينورك خلينا في النقد السياسي ونفهموا طبيعة هذا البرنامج.